اليوم جاي نعاود لكم كيفاش قريت. يا ربي تسمح لي وتسمح لهذوك اللي قراوني. انا قريت عف الطريق 7 كيلومتر مشيان و7 مجيان. المدرسه كنت عند سارح فيها. وعباد الله تفيق مع الصباح تشم الهواء نقي طلع على شي جريده. انا مع الفايقه حدايا واحد الشرجم يطلع على الزريبه كنلقى الحمار موقف ودني ويدور فيه بقول باغي يشد عرب سات. والراديو واش خدام فيه؟ جود مورنين امريكان. كي جاتكم الانجلي؟ قريت بالحفاق نهار ترفح الواليد شرا لي صنداله اش مصور فيها ما وكلي. ومن الفوق عريان قول ما وكلي من الفوق. عاد جمعوا الجيران شراو لي واحد السيرفيت مصور فيها هنا الفريدو غوادالوبي. انا راه كنت تلفازه واقيلا كنت شوها انا الدوار كامل يتفرج. كنت عمرني ما صبنتها كنت نصبن الجهه ديال الفريد وحنت كنت نخاف غوادالوبي لا تمسح. قريت في ديك الحسانه ديال الاربعين شانطي وجوج رومبار حتى الخامس كانت تقول لي الوالده حقها غيضربوك بالعين سفير ديال تشاد. انا وكنت نهز شكارتي شكاره ديال عشره كتقول لها انتوما ميكا. كنت ندير فيها قرعه ديال اتاي ونص فيه نص ديال الخبز فيه معطيشه وهذيك التلاوه مع قوه اتاي والخبز بقات تنسل تنسل تقول واكله وكال. انا راه بانت لي هذيك التلاوه هي توكال كاع دوك اللي قراو فيها راه يدورو حدا العماله بحال مساطين. انا داربني مخزني عمري ندور حدا العماله وهذيك التلاوه ما جاي فين يقف من العام تبقات فيها عورقه واحد شانق على بواه وكاتبين تحت منهم كريمون وفرقع الرمانه. والعلم لله العلم لله اش كان بيناتهم كنت غنشوف هذيك الرمانه ونتلفت العلم لله كي غتخرج رمانتي انا الله يسمح لنا من الوالدين رمانتي واعره. هذيك شكارتي الميكا ديالكم توما كنت غنحطي اختفى الوالدي يتقدى فيها واحد نهار ديتها للقسم عرفتي اش لقيت فيها؟ لقيت فيها دواره ديال حولي. جود مورنين امريكان. والدراري شي هز مسارن شي هز الكبده شي هز القلب شي عامر دم. الاستاذه دخلت على غفله لقات ديك الفوضى هي دير بحول لقات واحد ما كاينش سحبنا كليناه. عاد جا الوالدي جري فيقها سخفانه قال لها مالك قالت لي مساخيت كلاو عبد المجيد وراه كلاو 2600 ديال الدوارات من عبد المجيد. انا اللي كنت نكتب لدراري التاريخ ماشي حد كنت مجتهد كنت انا الطويل في القسم ندوبل بزاف. هذوك اللي كتبت لهم التاريخ تبارك الله راه وصلوا كانوا غادي الخريف قاعد تقول واحد فيهم طفروا. وكنت نخرج عند مولات المطعم هذيك مولات مطعم تاهي طولانطيه وكان تجمع الماكله ديال ولادها وتوكلنا البصاره عند دخلوا القسم وبدا الاستاذه شنو تشم الدراري واش انا تلميذ ولا سلوقي. وكنت نشمهم كاملين نقول لا حتى واحد ما فيه الريحه شحال عاد عقوبي انا اللي فيا ديك الريحه. ومنعوا عليا المطعم جود مورنين امريكان.
من عند مولات فرنسي كنت ندخل عند الاستاذ ديال العربيه. كانت عنده واحد البقره، كان يصيفطني نحش ليها ولفتها، كان حش ليها لعبنا وياها الكره، لعبوا لاستيك الساعه، البقره نجحت والعجل سقط. ما غنتفك منها دجا داك جنون البقر هترت. كانوا حاسديني انا، قريت داك الدرس ديال كريمون يلعبوا مع مريم. مشيت للدار بغيت نراجعو، قلبت عليه في التلاوه ما لقيتوش. الله يسامحها الوالده، انا صلاته وزيت بالكامله، قالت لك حقه سخونه. والوالد حتى هو كان عيخرج السوق يرجع، بغيتك تخرج طبيب، يخرج يصلي جوج ركعات يرجع، بغيتك تخرج محامي، يخرج يضرب شقاف يرجع، بغيتك تخرج فرمليه. يضرب ما عرفت شنو يرجع، بغيتك تخرج ما عرفت شنو. ديما كان يبدل الحرفه، حتى بغيتك تخرج ما كيبدلهاش. حسيت بيه كيحشي ليا الهضره وانا نخرج قبل ما نفرقع مع الرمانه. واش شنو نفرقع مع الرمانه؟ يقول لي خرجتي لاكود، اكود مورنين امريكان.